مساء الخير، حد هنا طلب موزة ضاني وربع مشكل من مشويات أبو ثانوس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديد على فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو سبايدر مان فار فروم هوم. تريلر مفاجأة الحقيقة، أنا عن نفسي ما كنتش متوقعها خالص النهاردة. أنا النهاردة الصبح صورت المراجعة بتاعة The Sisters Brothers، وبعدين نزلت رحت الشغل على أساس أني لما أرجع بالليل أعمل لها إيديتنج وطلعها، ولكن التريلر دي بقى ليها الأولوية طبعا، وقلت لازم أعملها على طول. عشان كده حتى عملتها بزي الطيارين بتوع اسماك دوري ونيمو اللي انا لابسه ده، لاني تحتيه لابس اللبس اللي صورت بيه المراجعه بتاعه ذا سيسترز برادرز. طبعا مفيش فنان محترم ممكن يظهر بنفس الهدوم مرتين ورا بعض. عمركم شفتوا شريهان قبل كده بتلبس نفس الفستان مرتين في نفس الفوازير؟ وهي من الواضح ان هي تريلر محترمه، رغم ان الملف نفسه او الفيديو نفسه على يوتيوب مكتوب عليه تيزر تريلر، ولكن زمانها داخل في 250 ثانيه تقريبا، وفي تساؤلات كتير قوي عن ازاي شخصيه سبايدر مان هترجع بعد اللي حصل في انفينيتي وور والمواويل دي كلها. معرفش لو كانت التريلر نفسها هتجاوب على اي تساؤل. انا فاهم ان في نسخ كتير ومشاهد كتير وكلام زي ده، انا جبت اطول ملف فيهم وقلت يلا بينا ندوس فيه وخلاص. وكالعادة التريلر ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. ده هاتش اللي في الهاتف. Thank you, Spider-Man. مين؟ Oh, so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you, you too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Mm-hmm. Going to Europe. It's a school trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Mm-hmm. Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty, too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes me, dude. That reminds me of when I first fell in love. I had just finished my food coffee. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Put some clothes on. Let's go for a ride. Is he gonna be okay like that? Might want to turn him over so he doesn't swallow his tongue. I think Nick Fury just hijacked our summer vacation. Awesome! You got gifts, Parker, but you have a job to do. Are you going to step up or not? You're all alone. Your friends are in trouble. Do about it. You don't want any part of this. He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad? جامده جدا جدا جدا. انا الحقيقه التريلر كلها قاعد مستني فلاش، لان انا حبيته الحقيقه من الجزء اللي فات، حبيته من هوم كومينج، وكنت لازم الاقيه في دي، وصراحه عمل الظهور الافضل على الاطلاق. انا مش فاهم ازاي مكتوب عليها تيزر تريلر، دي تريلر على بعضها، ده حاجه متكامله الابعاد يعني، مش فاهم. وجامده جدا جدا جدا، فيها كل حاجه ممكن نحب نشوفها ما عدا توضيح
زمنيا الكلام ده بيحصل امتى، بعد انفينيتي وور ولا قبل انفينيتي وور، وموقفه من الموضوع عامل ازاي، وممكن ده يكون شيء ذكي برضه هشرح لكم ازاي واحنا بنتكلم في التفاصيل. طب الكلام ده كله بيبقى مشاهد متتابعه كده للي بيحصل في التريلر نفسه، فخلينا نعديه لانه مش مهمه قوي وهنشوفه جوه التريلر نفسها. ده شيء ظريف جدا وفي استكمال لاخر مشهد من سبايدر مان هوم كومينج، ان ماي خلاص بقت عارفه ان هو سبايدر مان وبقت معانا في السر، وده شيء لطيف جدا. الشيك ده ب 500,000 دولار ومن بيبر بوتس co-founder and chairman Stark Relief Foundation، دي المؤسسة الخيرية بتاعت Stark Corp، مش عارف ايه سينكرون دي، واعتقد انها تبرع من توني ستارك او المؤسسة بتاعته او ايا كان الكلام ده، يعني للمدرسة بتاعت سبايدر مان بتاعت بيتر باركر. برضو موضوع الانجذاب الرومانسي ما بين هابي وماي ده جامد جدا، يعني بيتر باركر في الحتة دي بيفكرني بالليمبي لما كان عم بخ بيعكس امه. بيتر باركر طالع رحلة مع زملاته لاوروبا وبيقرر انه مش محتاج بدلة سبايدر مان لانه رايح يتفسح، ويبدو ان الامور هتبتدي تبقى لطيفة ما بينه وما بين ام جي. ظريفة زندايا والله انا بحبها. نيك فيوري يقاطع اجازة سبايدر مان لانه يبدو ان في قلق في اوروبا وهو اقرب واحد او حاجة زي كده، طبعا ده مش واضح قوي يعني انا بفتي. اوعى القلق يا ابو عمه، جامدة البدلة برضو يا جماعة. مين ده؟ ده بيتر باركر؟ دي ايه يعني، وظيفة جديدة في البدلة ولا بدلة تانية ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ويظهر ميستيريو جيك جيلنهال. البدلة دي مدياني احساس روماني شويتين. You don't want any part of this. هو عاوز يجنبه المواجهة دي، او بيقول له يعني ما تتحشرش من الاخر. ثانية واحدة، هي الوحوش العملاقة دي مش تحت تأثير ميستيريو؟ انا فاكرهم بتوعه. هو بيحاربهم ومال هم مين؟ انا مش فاهم. طب هو مش عاوز يدخله في الحوار ليه؟ ما هيساعد يعني الولد. والمثلث ده شبه الحاجات بتاع الدكتور سترينج شوية، هما بيتكلموا عليه زي ما يكون حد كويس. هو لغاية دلوقتي لسه ما بقاش فيلن يعني؟ جامد جدا فلاش ده يا جدعان، من الشخصيات العظيمة اللي موجودة معنا في القصة. لا بكل تأكيد هي اكتر من مجرد تيزر، ومع ذلك يعني هما ركزوا على شق واحد في القصة بتاعتنا، ما قدموش التشكيلة بتاعت الفيلنز بشكل واضح، حيشين الكلام ده لبعدين، وده شيء كويس. فكرة بقى انفصالها او اتصالها باللي حصل في انفينيتي وور، ففي حدود اللي احنا شفناه ده مش مهم يعني، زمنيا ده بيحصل امتى ما هوش مهم، مش مؤثر قوي على الاحداث اللي احنا بنشوفها. لا جامده جدا يا جدعان، وتسخن بجد يعني، مش دي اللي نعدي عليها ونقول عادي وما اثرتش وبتاع، لا دي تاثر قوي وتسخن قوي قوي قوي. الكاست ممتاز طبعا، البطوله لتوم هولاند، زندايا، جيك جيلنهال، يمكن اتقل ممثل بيعمل دور فيلن وهو لسه في عزه في عالم مارفل، ان لم يكن في كل افلام الكوميك بوكس والسوبر هيروز تقريبا يعني، دي معلومه انا مش متاكد منها قوي، ممكن يكون في حد او بتاع، بس ما اعتقدش ان في حد ترك التأثير ده. وفكرة موقفه كفيلن يمكن تكون مؤكدة بالفعل من الكوميك بوكس، ولكن داخل الفيلم ده لسه الدنيا مش واضحة قوي. مايكل كيتون في دور فولتشر موجود برضو ضمن ابطال الفيلم، بس مش عارفين موقفه من المدعكة دي عامل ازاي بالظبط. دورت على اسم توني ستارك ما بين الابطال ما لقيتوش، مش عارف بقى اذا كان هيبقى له ظهور بشكل او باخر في الفيلم ده ولا لا. والاخراج لجون واتس اللي قدم نفسه بقوة في سبايدر مان هوم كومينج وما اخرجش حاجة تانية ما بين الفيلمين، يعني هو هوم كومينج في 2017 وفار فروم هوم في 2019 مباشرة. الفيلم 5 يوليو، مارفل اشترتنا يا جماعة، لغاية يوليو ان شاء الله مارفل اشترتنا، وهتقعد تبيع وتشتري فينا زي ما هي عايزة من الاخر يعني، واحنا راضيين احنا مبسوطين. ترقبي للفيلم 10 من 10 طبعا، 10 من 10 من قبل التريلر ومن بعد التريلر وكل حاجة في الدنيا. انا معرفش في حاجة في التريلر دي ضايقت حد، في حد شايف فيها حاجة مش عاجباه مثلا يعني، ممكن تكون طفت من حماسه شويتين. انا مش قصدي اتريق بجد، لو في اي مشكلة في الكلام ده وتقولوا عليها في الكومنتس ونتناقش عليها، وقولوا رأيكم في التريلر وقولوا نسبة ترقبكم للفيلم. والف شكر ليكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، وتابعونا على فيسبوك وتويتر. وباي باي.